حد خانقك بيده الاتنين بالشكل ده. ايد اليمين هتيجي عند الفك بتاعه من هنا اهو، الايد الشمال عند الدماغ، وتاخدهم دوران بالشكل ده وتاخده تنزل للأرض. لازم غصب عنه ينزل معاك، لو ما نزلش معاك رقبته هتتكسر. الحركة كلها بتاخد جزء من السنة. متضيعش وقت بقى اللي انت ايه تفضل تشد في ايده او تطلع من المسكة بالشكل التقليدي ده. امسك تاني، يعني انا مهما حاولت ان انا اشد ايده كده ونرجع لورا ونطلع لفوق، كل دي حركات تقليدية ملهاش اي لازمة، لان ايدي بتتحرك بشكل اوتوماتيك اهو. ايدي اليمين عند الفك واليد الشمال عند الفك، معايا رقبته هتتكسر، لازم ينزل معايا الارض. يا إما بناخد لكمة مباشرة هنا أهو، يا إما بنيجي على الدراع ده ونتني إيه نوصل للريست.